هذه الأقفاص العائمة في عرض الساحل المستغني هي ثمرة الاستثمار في مجال تربية المائيات، والذي تقدم السلطات الولائية لمستغانم كل الدعم والتشجيع لأصحابه. التسهيلات نعطوهم في البحر، مثلا في تربية السمك نعطوهم 20 هكتار في البحر من أجل الأقفاص العائمة، ونعطوهم 1000 متر مربع لإقامة قواعد الحياة للاستغلال هذه المشاريع، إلى جانب التسهيلات الإدارية بطبيعة الحال، ونرافقهم مع البنك من أجل تسهيل إجراءات الحصول على قرض الاستغلال. 8 مشاريع دخلت مرحلة الإنتاج والاستغلال عبر أكثر من 35 قفصا عائما، ينتظر أن تضاعف منتوج الولاية من أسماك البحر في انتظار اعتماد مشاريع أخرى. إذن منذ أواخر 2017 إلى غاية اليوم تم اعتماد 21 مشروع استثماري. هذه المشاريع انطلقت يعني في الميدان، راهي تجسد في الميدان بفضل يعني التسهيلات والمرافقة اللي قدمتها الولاية للمستثمرين المعنيين. هذه التجربة ناجحة، راح توفر تقريبا 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وراح ترفع قدرة الإنتاج من 10,000 طن إلى 20,000 طن سنويا. هذه الاستثمارات تدخل ضمن استراتيجية وطنية تهدف لتوفير 200,000 طن سنويا من السمك وتعزيز الأمن الغذائي في هذا المورد الاقتصادي الهام.